أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ من أهم العناوين. نطالع في الاتحاد الإماراتي واشنطن: وجودنا في العراق بطلب من بغداد ولن نغادر قريبا. ونقرأ في الزمان: حزب العمال الكردستاني في سنجار يختطف ضابط استخبارات عراقيا لمبادلته بموالين له. وتصفح في العربي الجديد: العراق الاشتباه بوقوع إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا. وجاء في الخليج الإماراتية: عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية وحماس تعتبره انقلابا على مسار الشراكة. ونقرأ في الشرق الأوسط: الاستخبارات السويدية تكشف محاولات إيران للحصول على تكنولوجيا الأسلحة النووية. ونطالع في القدس العربي: مسؤول أمريكي محادثات الاتفاق النووي الإيراني في منطقة غير واضحة. وجاء في الاندبندنت عربية: كورونا يواصل اجتياحه في الهند وتسجيل 150 مليون إصابة عالميا. أهلا بكم. يموج الشارع العراقي بتداعيات موجة جريمة إحراق آخر ما حدث في العراق في مستشفى ابن الخطيب في الأطراف الشرقية من العاصمة بغداد، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 200 مريض، قضى نصفهم حرقا أو اختناقا، ويصارع النصف الآخر منهم ما تبقى من أنفاس. جهاد بشير يقول في صحيفة البصار إن حادث مستشفى ابن الخطيب أخذ اهتماما واسعا وخطيرا، وسلطت عليه مساحات لا بأس بها من الأضواء محليا وعربيا وحتى عالميا، ولجملة من الأسباب الآنية التي تزامنت مع الجريمة. تأتي خصوصية هذه الفاجعة رغم أنها ليست فريدة من كون المشفى مأوى مفترضا للمصابين بكورونا، مما يعني وجوب عناية خاصة ودقيقة. وبدلا من سعي وزارة الصحة التي تتبع تيار مقتدى الصدر لتوفير كل ما يلزم من أغراض العلاج ووسائله، باتت ليلتها تلك وهي متجاهلة تماما عشرات الأرواح التي أزهقت من جراء فسادها. حديث العراقيين الصريح دون خوف أو وجل أو وضع اعتبار لتهديدات الميليشيات أسهم بشكل كبير في أن تأخذ الجريمة أبعاداً ظنتها الحكومة في وقت ما أنها محدودة. فلما تبين لها أن وسائل الإعلام بكافة اتجاهاتها أخذت تتعاطى مع الحادث، سارعت إلى ركوب الموجة بإطلاق التصريحات الإنشائية في صياغتها الفارغة من أي مضمون عملي في تطبيقها. فلما انقضى يومان من الحادث لم يكن القرار الحكومي أكثر من تشكيل لجنة تحقيق. العراق محاصر بألسنة النار منذ عقدين من الزمان، والنظام السياسي الذي تتعاون على إدارته واشنطن وطهران مضخة وقودها هدفها الأول إبقاء النار مشتعلة وتصدير مزيد من الدخان الذي يغشى المشهد ويزيد من عتمته، دون أن يدرك المنخرطون في هذا النظام أو الذين يريدون الانتساب إليه لاحقا أن مآله كومة من الرماد قبيح المنظر والرائحة. الكاتب يقول ويضيف أنه بينما يحترق العراقيون بنيران النظام العملية السياسية على مدى تلك السنوات، ما تزال أنظمة إقليمية ودولية تتعاطى مع مخرجاته من حكومات وعلاقات دبلوماسية وقرارات ذات صلة بالاقتصاد والسياسة وغير ذلك، فقط لأن مؤسسيه يريدون بقاءه حيا ليكون جسر عبور نحو مراحل لاحقة.
خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية إلى التعامل بحزم مع كل من يسيء للأمن الداخلي ويعرض حياة المواطنين للخطر. إبراهيم الزبيدي يقول في صحيفة العرب اللندنية أن هذا الكلام جميل ومنمق، لو كان الكاظمي من أول يوم جلس فيه على كرسي الرئاسة قد رفع عصاه وضرب من تطاول على مقام الرئاسة أو هدده أيضا في نفس الوقت بقطع أذنه ربما، أو طالبه بالتغليس كما يصف الكاتب عما يفعله السلاح الحشدي بالبلاد والعباد. الكاظمي أخطأ بحق نفسه وبحق شعبه حين قبل بأن يظلمه الحشديون وخصومهم فيجلسوه على كرسي رئاسة الوزراء، وفي وطن محترق تتناهبه العصابات والاحتلالات وأجهزة المخابرات العدو والصديقة، وعلى الذي يقبل التحدي ويرضى بتحميل المسؤولية القيادة العليا فيه أن يكون الشهيد الحي بحق وحقيق. ففي أعقاب كل مجزرة أو كارثة حدثت في أيام رئاسته وما أكثرها، كان في إمكانه أن يمسك بالحراك الشعبي الغاضب بيد، وباليد الأخرى يستنهض الروح الانضباطية الوطنية في ضباط القوات المسلحة وجنودها، فيحاصر السلاح المنفلت ويلقي القبض على أول قتلة المتظاهرين وهو يعرفهم واحدا واحدا، ثم يباشر بعد ذلك مسيرة القلع والشلع، فيداهم قصر أكبر رأس من رؤوس المختلسين، فيخاف الكبار والصغار وتهدأ العاصفة وتعود هيبة الدولة والقانون. ولكنه اختار الطريق الآخر، فبرأ عادل عبد المهدي من دماء شهداء انتفاضة تشرين ومن الفساد والعمالة، ثم تعمد زيادة السلاح المنفلت في مقر قيادته ورمى ثيابه المدنية وارتدى لباس المجاهدين أرباب الكواتم والهراوات والعصي والرصاص الحي، فحكم على نفسه وعلى وزارته بانعدام الوزن وقلة الحيلة وضياع الاحترام، وحكم على شعبه العراقي الذي تأمل فيه خيرا بالمزيد من القتل والحرق والاختلاس. إبراهيم الزبيدي يقول إن وعود الكاظمي كثيرة وكبيرة وإنجازاته صغيرة ونزيرة، فمنذ يوم حصوله على ثقة البرلمان في أيار من العام الماضي وحتى يوم حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد قبل أيام وتعهداته تتلاحق دون تنفيذ، حتى بلغت لجانه التحقيقية التي دأب على تشكيلها في أعقاب كل مجزرة أو كارثة أو مصيبة ودون نتيجة طبعا أكثر من 100 والحبل على الجرار. في مثل هذا اليوم وقبل 100 عام أعلن عن تأسيس دولة العراق، وذلك بإعلان المملكة العراقية كنتيجة طبيعية لثورة 20 المعروفة والشاملة ضد الاحتلال البريطاني. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 أنه منذ مجيء الاحتلال الأمريكي في العام 2003 بدأت مرحلة التخريب العملي للدولة بمفهومها السياسي والعلمي الحديث. صار العراق بعد عام 2003 أمام واقع مؤلم ومتهالك في غالبية الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية، وقد فقد نتيجة ذلك مئات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا أو اختطفوا لانعدام الأمن وضياع مفهوم السيادة الداخلية. حقيقة دمار الدولة العراقية أكدها الرئيس برهم صالح خلال تعليقه على فاجعة مستشفى ابن الخطيب يوم السبت الماضي، حيث قال إن الفاجعة كانت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة. حكومة بغداد شكلت لجنة تحقيق في المجزرة وسحبت يد وزير الصحة وغيره من كبار المسؤولين في الوزارة، وقررت تعويض أهالي الضحايا بمبلغ 7,000 دولار، وهو مبلغ زهيد جداً إذا ما قرن بالتعويض الذي حصل عليه جورج فلويد 27 مليون دولار، الذي قتلته الشرطة الأمريكية، وكلا الجريمتين من جرائم القتل غير العمد.
فهل قيمة الإنسان العراقي ورغم كل الموازنات الضخمة هي فقط 7,000 دولار؟ هذه الحقائق وغيرها تؤكد أن الدولة بحاجة إلى إنعاش عاجل لإنقاذها من هذا منظومات الخراب الإداري والفساد الأمني والخدمي والاقتصادي. ويختتم الكاتب بالقول: إنه من الصعب جدا علينا أن نكتب عن الخراب في دولتنا بعد 100 عام مضت على تأسيسها، وكنا نأمل لو أن العراق يكون من الدول المزدهرة لتخط أقلامنا وبزهو وبكل فخر وسعادة كبيرة كل صور الازدهار والتطور والحضارة، ولكن واقعنا مرير وأحلامنا متنامية. هكذا يصف الكاتب: ودولتنا تتنفس اليوم بصعوبة، فكيف سيكون غد العراقيين؟ القرار الفرنسي، أو بالأحرى نعم القرار الفرنسي، بفرض قيود على شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية في لبنان أو ضالعة في الفساد، هو إجراء فرضته ظروف عرقلة المبادرة السياسية الفرنسية التي تقتضي تشكيل حكومة جديدة ومباشرة المعركة ضد الفساد. صحيفة الخليج الإماراتية ترى في افتتاحيتها أن القرار الفرنسي يعتبر ويعبر بالأحرى عن ضيق الطهمة السياسية والطائفية التي تتحكم بمصير لبنان و تغلق أمامه كل آفاق الإنقاذ. 7 أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها حسان دياب، فإن القيادات السياسية ما زالت تتعامل مع الأوضاع وكأن البلاد في أحسن حال، وأنه لا ضرورة للاستعجال في تشكيل حكومة، ولا تزال تمارس سياسة شد الحبال وتتعامل بكيدية وتضع الشروط والشروط المضادة، فيما البلاد تنحدر سريعا نحو الهاوية. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الطغمة ما زالت تعرقل التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت الكارثي لمعرفة أسبابه وتحديد مسؤولية المقصرين والمهملين لواجباتهم الوظيفية ومحاسبتهم، لأنها تتخذ من الطائفية والمذهبية ستارا لحماية هؤلاء. وكذلك بالنسبة للتحقيق المالي في أسباب انهيار قيمة العملة الوطنية بشكل قياسي، ومعرفة حيتان المال والسياسة الذين قاموا بتهريب مليارات الدولارات إلى مصارف خارجية وحولوا حياة المواطن اللبناني إلى جحيم بعد أن قاموا بسرقة جني عمره وتركه فريسة للفقر والجوع. إن مقتل لبنان في نظامه السياسي البالي الذي يقوم على المحاصصة الطائفية والمذهبية ويحول دون الانتقال إلى نظام سياسي يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الحقيقية، تكون فيه المواطنة هي الهوية الجامعة والولاء للوطن هو الأساس، أي أن يكون الوطن لكل أبنائه بمعزل عن الدين والطائفية. وبحسب الصحيفة أيها السيدات والسادة، فإن هذه الطغمة السياسية في لبنان تشكل خطرا أكبر بكثير من خطر فيروس كورونا، ففيروس كورونا الذي يفتك باللبنانيين وغيرهم وجدوا له علاج كما تعلمون من خلال التطعيم مثلا، إلا أن هذه الفئة من السياسيين وزعماء الطوائف أصبحت علة العلل كما يصف الكاتب، وحتى القرار الفرنسي لن ينفع معها بعد اليوم. نحو فلسطين، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الكيان الصهيوني مسؤولية تأجيل الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد 3 أشهر فقط من إعلانه البدء بتنظيم أول انتخابات فلسطينية عامة تجري منذ 15 عاما بالأحرى، وهو إعلان زاد من الانتقادات للرئيس شخصيا وللقيادة الفلسطينية التي كانت تأمل عبر إجراء هذه الانتخابات بتجديد شرعيتها وإعطائها مصداقية شعبية وخارجية أكثر ربما.
صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن الانتخابات الفلسطينية تحولت من حل إلى مأزق. عقدة الانتخابات كما هو معلوم كانت مسألة إجرائها في القدس، وهو أمر كان محل رفض إسرائيلي. لا ترغب تل أبيب أصلاً في أي انتخابات فلسطينية، فليس من مصلحتها إعطاء القيادة الفلسطينية الحالية سلاحاً إضافياً تستخدمه في صراعها السياسي معها، ولا من مصلحتها أن تأتي الانتخابات بنفوذ أكبر لحركة حماس. يمكن اعتبار قرار القيادة الفلسطينية وقف إجراء الانتخابات ضغطاً سياسياً على إسرائيل، يضاف إلى الضغوط التي مورست عليها من قبل المنظومة الدولية. وقد يؤتي هذا الضغط مرفوقاً بالنضال الفلسطيني على الأرض وكله قريباً، وينتصر منطق القيادة الفلسطينية الحالية. رأى آخرون من جهة ثانية أن أهل القدس نفسها قد بدأوا معركة وقف الاستيلاء على العقارات في الشيخ جراح، وأن هذا يمكن البناء عليه لجعل هذه الهبة معركة الانتخابات أيضا، وأن كل المطلوب من القيادة الفلسطينية هو تحويل مطلب إجراء انتخابات في القدس إلى معركة مع إسرائيل، بحيث يتحمل الاحتلال مسؤولية مصادرة الصناديق أو إقفال مراكز التصويت أو اعتقال المرشحين والمصوتين، وبذلك يكون الاشتباك مع الحكومة الإسرائيلية التي تذرعت بعدم قدرتها على القرار في هذا الموضوع أكثر منطقية للشعب الفلسطيني من استخدام هذا القرار لوقف الانتخابات. الصحيفة ترى أن مأزق تأجيل الانتخابات الفلسطينية لن يخفف من وطأته إلا الحوار الداخلي الحقيقي وانخراط كافة القوى بالدفاع عن عروبة القدس والعمل على جميع الأصعدة لتأمين مشاركة المقدسيين برمتهم بالانتخابات والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية. لا تسعفنا درايتنا باللغة العربية بالمفردة الأدق لنعت انتظار رئاسة دولة فلسطين أن يجيز الكيان الصهيوني لها عملية التصويت في انتخابات المجلس التشريعي في القدس. معن البياري يتساءل في صحيفة العربي الجديد كيف يتخيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولة الاحتلال، وهو الذي راكم خبرة طويلة في مفاوضاتها في ألف شأن وشأن، يقول الكاتب، ستوافق على ما طلب. بإيجاز ومن دون استغراق في لعن الرداءة المتوطنة في صناعة القرار الفلسطيني، أضاع محمود عباس وفريقه فرصة على الشعب الفلسطيني، سيما من أهل القدس. كان في الوسع أن تكون لحظة صدام متعدد الأساليب مع دولة الاحتلال لو وصلت صناديق الاقتراع إلى حيث كان يلزم أن تكون في أحياء المدينة، وأقدم المحتلون على تخريب التصويت، فإن فصلا من جولات الصراع المديد مع هؤلاء سيستجد، وسيصنع المقدسيون مأثرة مضافة في تثبيت مواطنتهم الفلسطينيين في عاصمة وطنهم المحتل. لا ندري ماذا كان سيصير بالضبط، لكن الأسوأ الاحتمالات سيكون أنفع بما لا يقاس مما أحدثه من شقاق وخراب قرار تأجيل الانتخابات. كان الذي سيصير من إشراقات كفاحية مدنية وسلمية في جوهرها مناسبة لتظهير الحق الفلسطيني مجددا في العالم، سيما إذا ما تكاملت معها جهود إعلامية وسياسية ودبلوماسية نشطة تديرها عقول تعرف جيدا كيف تخاض معارك الصورة والميديا ومخاطبة العالم. عقول ليست كالمصابة باليباس والبلادة، لا يعرف أصحابها من السياسة غير الأسفار المرتجلة وإلقاء الكلمات الشاحبة في منابر دولية وازنة والارتهال لقرارات موظفين من درجات دنيا في أجهزة المحتل الإسرائيلي ومناشدة هذه العاصمة الأوروبية أو تلك في هذا الشأن وذاك. ويختتم الكاتب بالقول أنه لم يكن منتظرا من الانتخابات المؤجلة أن تحرر فلسطين،
هكذا يصف الكاتب، ولم يكن متوقعا أن تنهي الانقسامات البائسة. ربما كان الوضع الفلسطيني، يقول الكاتب، سيعبر بها إلى طور مستجد من التكاذب الذي نشط أخيرا ثم انتكس الليلة قبل الماضية، ولكن الانتخابات لازمة واستحقاق مطلوب، وكانت ستمثل اختبارا للتعرف على بعض الأوزان والحجوم واستكشافا لأوهام ونرجسيات متورمة. وفي خبرنا اليوم، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يوميا في الهند إلى مستويات قياسية خطرة، حول المسلمون في عدة أجزاء من البلاد المساجد والمدارس الدينية إلى مراكز رعاية لمساعدة المرضى، وأنشأ المسؤولون عن معهد دار العلوم الإسلامي للتعليم العالي في مدينة فادو دارو بولاية غوجارات الغربية مركز رعاية لمصابي كورونا يشمل أسرة مزودة بالأكسجين وأجنحة عزل داخل حرم المعهد. وقال مدير المعهد المفتي عارف عباس للأناضول عبر محادثة هاتفية: تتزايد الحالات بشكل سريع، وأصبح الاحتياج لأسرة المستشفيات ضخما، ولذلك قررنا فتح المنشأة لمساعدة الناس. وأضاف بأن المعهد يعمل منذ الأسبوع الماضي وتمكن من توفير العلاج لعدد كبير من المصابين. وفي فادو دارا أيضا تم تحويل جزء من مسجد جيهانجير بورا إلى مركز رعاية لمصابي كورونا، وقامت إدارة المسجد بتعيين أطباء لإدارة المركز المكون من 50 سريرا. والآن متابعة شيقة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.